نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن العالم الإسلامي لن يسمح بأي شكل من الأشكال بالهجوم على سوريا أو الاعتداء عليها، وأعرب جليلي عن أمله في أن تنجح زيارته بالمساعدة في تشكيل الحوار الوطني، مشددا على أن من واجب إيران العمل على تخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب السوري. حراك دبلوماسي شهدته الساحة السورية مع وصول سعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى دمشق بعد أيام على العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية. ملفات عديدة على طاولة البحث بين جليلي والمسؤولين السوريين، الأبرز فيها مناقشة سبل حل الأزمة السورية وتقديم الدعم للسوريين، لا سيما مع تسارع الأحداث والتي كان آخرها استهداف الكيان الإسرائيلي لموقع للبحث العلمي في ريف دمشق. سوريا جزء من العالم الإسلامي وهي المحطة الأولى في مواجهة العدو الصهيوني، والعالم الإسلامي لن يسمح بالاعتداء عليها. سنقدم شتى أنواع المساعدات للشعب السوري الصامد للتخفيف من معاناته، كما أننا ندعم الحوار الوطني الشامل. الجانب السوري أكد أن زيارة المسؤول الإيراني تأتي في إطار التنسيق المتبادل بين البلدين، خصوصا في ظل ما تتعرض له دمشق من ضغوط دولية وعدوان إسرائيلي بسبب دعمها للمقاومة. الزيارة جاءت في إطار الاطلاع على الخطوات التنفيذية لحل الأزمة السورية من خلال مشروع حل الأزمة السورية، الحل السياسي طبعا ما أقصده، الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، مع التأكيد على حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنجاح ضرورة إنجاح هذا المشروع والمسار العملية السياسية وحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية عبر الحوار الوطني. جليلي وفي أولى محطاته التقى رئيس الحكومة وائل الحلقي، كما سيلتقي أيضا عددا من المسؤولين في الدولة وعلماء الدين، وسيختتم زيارته بلقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد. زيارة هامة للمسؤول الإيراني كونها تأتي في وقت بالغ الحساسية والخطورة، لا سيما بعد العدوان على الأراضي السورية واشتداد المعارك في ساحات القتال، حيث جدد دعم إيران للحوار الشامل مؤكدا أن العالم الإسلامي لن يسمح باستمرار الاعتداء على السوريين. مازن سلموا العالم، دمشق. انفجرت عبوة ناسفة في ساحة الحجاز بدمشق نتج عن عبوة ناسفة وضعت تحت إحدى السيارات، ما أدى إلى مقتل رجل وسقوط جريحين آخرين. وقالت مصادر أمنية إن العبوة انفجرت لدى محاولة عناصر أمنية سورية تفكيكها قرب مكاتب الخطوط الجوية المصرية وسط العاصمة، وألحق الانفجار أضرارا مادية بواجهات المحل المجاورة، فيما أظهرت الصور آثار الدماء في موقع الحادث. هذا وبشرت القوى الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات العملية. تتواصل المطالبات الشعبية برد حاسم على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مركزا للبحث العلمي في جمرايا بريف دمشق، وبما يردع إسرائيل عن تكرار هذا الاعتداء. بطالب الجيش بقوة وبكل عنف يقضي عليهم قضاء مبرما، ونحن ناطرين يعني من الجيش الرد بشكل مباشر يعني. والشعب السوري صامد وما رح يسكت على هاي الغارة، ونحن اكيد صامدين بوجه الارهاب. ومثل ما الجيش عم يرد وعم يحسم بمناطق صار حسم حقيقي واضح، وخاصة هلا في رد رح يكون بالإسرائيل رد على هذه الغارة، وعندنا جيش الحمد لله قوي، جيش منوثق فيه يعني، جيش معروف عند الشعب، جيش عقائدي بحقيقة. نحن واثقين من قدرة جيشنا الباسئ على الرد المناسب في الزمان المناسب، وثقتنا بالقيادة السورية وبالسيد الرئيس لا تحدها الحدود، وهذا العدوان لن يذهب هكذا. نتمنى أنه الجيش يرد، وأكيد الجيش عم يستنى الوقت المناسب، لأنه أكيد الجيش عنا قوة ضاربة يعتبر وماله قليل، أكيد عم يستنى الوقت المناسب، وإن شاء الله على خير، كله على خير. الإرهاب بسوريا طبعا، الغارة الإسرائيلية على سوريا هي دليل على مساعدة الإرهاب اللي بسوريا، ودليل أنه الإرهابيين اللي بسوريا هن جايين من إسرائيل يعني. إسرائيل يلي مجنتهم يعني.
نحو ميونخ في ألمانيا، اتجهت الأنظار مترقبة ما سيخرج به المجتمعون حول ما يخص الأزمة في سوريا. كل الأطراف الدولية المؤثرة كانت حاضرة، وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة. المراقبون يقولون إن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة النتائج، مشيرين إلى أن ما يمكن استشفافه من الكلمات التي ألقيت، خصوصا كلمة جو بايدن، قد لا يكون صحيحا 100%. فوراء الكواليس دائما هناك تفاصيل أخرى. في مؤتمر ميونخ تحول الهدف الأساسي المعتاد للمؤتمر، وهو تعزيز العلاقات الأوروبية الأمريكية، إلى هدف جانبي مقارنة بقضية الأزمة في سوريا التي تصدرت في الكلمات واللقاءات والمباحثات. اللقاءات الجانبية نافست الكلمات التي ألقيت من على منبر هذا المؤتمر العالمي، وبدأ من خلالها أن الاختلاف ما بين روسيا والولايات المتحدة ما زال قائما، ولكن في الوقت نفسه ليس بمستواه السابق. وراء الكواليس يقال إن اللقاءات الجانبية تتجه نحو تقريب وجهات النظر، وإن الاتفاق سيأتي من خلالها تحديدا، وإن كانت التصريحات لا توحي بذلك. إذا كان ذلك صحيحا، فإن الثابت هو أن الاتفاق سيكون على أساس بيان جنيف، بالنظر إلى الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وشدد فيها على أنه لو نفذ بيان جنيف لكانت الأزمة السورية انتهت. لو كان جميع الشركاء في مجموعة عمل جنيف قد أجمعوا وركزوا مساعيهم ونفذوا بنود الاتفاق لانتهت الآن الأزمة في سوريا. لافروف اقترح عقد لقاء جديد لمجموعة جنيف، معربا عن دعمه لجهود المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، وعن أمله في أن يقوم بتحرك لتفعيل فكرة عقد هذا اللقاء، ودعا جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بالمواقف المسؤولة والتخلي عن الهياكل والشعارات المبسطة عند تقييم ما يسمى بالربيع العربي. لا يمكن تبرير الإرهاب من أجل إسقاط أنظمة شرعية، ولا بد من معالجة الأزمات عبر الحوار بعيدا عن سياسات إملاء والعقوبات. علينا التغلب على الأزمات والنزاعات بالحوار ومواجهة الإرهاب والتطرف بكل أشكالهما. لافروف كان واضحا كعادته في عرض مواقف بلاده، ليس فيما يخص سوريا فقط، بل مجمل القضايا موضع الخلاف مع الولايات المتحدة وأوروبا. عن مؤتمر جنيف لم تخرج تصريحات أو نتائج أو تسريبات، لكن محللين يرون أنه قد يكون بداية اتفاق فيما يخص الأزمة السورية. في ريف دمشق اعتدت مجموعة إرهابية مسلحة مساء اليوم على خط التوتر العالي المغذي لمحطة تحويل كهرباء صحنايا بريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المدينة. وقال مصدر في وزارة الكهرباء إن الورشات تعمل على إصلاح الخلل وإعادة التيار الكهربائي خلال الساعات القادمة. إلى ذلك نفذت وحدة من قواتنا المسلحة عملية نوعية ضد تجمعات الإرهابيين في مزارع دوما وحرستا وعربين وبيت سحم، وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح، ومن بين الإرهابيين المقتولين متزاعمو مجموعات إرهابية. وفي ريف حمص دمرت وحدة من قواتنا المسلحة وكرا للمجموعات الإرهابية بما فيه من أسلحة وذخيرة وإرهابيين، وذلك في عملية نوعية نفذتها اليوم في تلبيسة. وقال موفد الدنيا إنه تم تدمير الوكر بشكل كامل وإيقاع جميع الإرهابيين المتواجدين فيه بين قتيل ومصاب. هذا فيما دمرت وحدة ثانية من قواتنا المسلحة معملا لتصنيع العبوات الناسفة ومدفع هاون كان الإرهابيون يستخدمونه للاعتداء على أهالي بلدة كفر لها بريف حمص. في حمص أيضا وفي وادي السايح تحديدا تتواصل عمليات قواتنا الباسلة لتطهير المنطقة من فلول عصابات الإرهاب المرتزقة التي عاثت فسادا وتخريبا في جنبات البلدة ومارست إرهابا وحشيا بحق أبنائها. ما زالت العمليات النوعية مستمرة في محافظة حمص لقوات الجيش العربي السوري البطل. نحن الآن في منطقة وادي السايح، هذه المنطقة التي تهم تحرير كتلتين أو بنائين كان العصابات الإرهابية المسلحة تقوم بالعمليات الإرهابية من داخل هؤلاء أو هذين البنائين. كما تلاحظون نحن الآن في روضة للأطفال، هناك يعني أعمال تخريب ظاهرة بشكل كبير، متاريس، فتحات، طلاقات من أجل الانتقال من بناء إلى آخر ومن أجل عمليات القنص التي تتم من الأبنية. نحن أيضا الآن في كتلة أخرى، كما تلاحظون هذا المبنى كان العصابات الإرهابية المسلحة كانت تستخدمه.
هذا المتراس له. كما تلاحظون ايضا يتم يعني اطلاق طلقات قناص باتجاهنا من قبل العصابات الارهابيه المسلحه التي لا تبعد سوى هذا البناء الذي امامنا. هم متواجدون بالبناء الذي امامنا. تم العثور على هذا المكان، هذا مكان هو سجن كانت تستعمله العصابات الإرهابية المسلحة لوضع المواطنين الموالين للنظام، المواطنين المخطوفين لتعذيبهم ويعني وممارسة أبشع الأساليب عليهم. بالإضافة إلى هذا سوف أبدأ بهذا النفق الموجود أيضا ضمن السجن من أجل يعني هروب ودخول وخروج العصابات الإرهابية المسلحة ضمن أنفاق الصرف الصحي. تم تفكيك أكثر من يعني 100 عبوة ناسفة خلال يومين أو 3 أيام. أحدى هذه العبوات التي للحمد لله لم تنفجر موضوعة ضمن براد. سلم حالك، ما بدنا ننسي حدا، نحن كلنا أولاد الوطن. من يسلم نفسه للجيش العربي السوري من العصابات الإرهابية المسلحة هو في أمان. هذا هو الشعار الذي رفعه الجيش العربي السوري في هذه العملية النوعية في منطقة وادي السايح. ونحن الآن أمام أحد المتاريس التي تم تطهيرها من قبل الجيش العربي السوري. لأخبار تلفزيون الدنيا، كندا الخضر من منطقة وادي السايح. وفي مدينة حلب قضت وحدة من قواتنا المسلحة على إرهابيين تسللوا إلى معمل الإسمنت في منطقة الشيخ سعيد وأعادت الأمن إليه. كما اشتبكت وحدة أخرى مع مجموعة إرهابية كانت تقوم بأعمال قتل وتخريب وسطو وسلب في منطقة الليرمون وكبدتها خسائر كبيرة، حيث أسفر الاشتباك عن مقتل وجرح العديد من عناصر المجموعة وتدمير آلياتهم وذخيرتهم. وكان عدد من الإرهابيين قتل وأصيب بانفجار سيارة بينما كانوا يقومون بتفخيخها في شارع بيت زرزور في سراقب بريف إدلب. وفي دير الزور نفذت وحدة من قواتنا المسلحة سلسلة عمليات نوعية ضد تجمعات الإرهابيين في أحياء الحويقة والجبيلة والعرف والعمال، وأوقعت قتلى وجرحى بين صفوفهم ودمرت آلياتهم. ومع تواصل عمليات قواتنا المسلحة لتطهير الأرض السورية من دنس الإرهاب، تتواصل عمليات نزع هذا الدنس من نفوس السوريين والعودة بهم إلى ما اعتادوه من عيش مشترك وأخوة صادقة. ولأجل هذا تتواصل فعاليات اجتماع لجنة المصالحة الوطنية في اللاذقية. الاعتصام بحبل الله والنزول إلى الشارع السوري بأحيائه وأزقاته وتلمس وجعه من أهم مقومات نجاح عمل المصالحة الوطنية. هذا ما أكده المجتمعون في اجتماع لجنة المصالحة الوطنية في اللاذقية، والذي عقد بوجود وزيرها الدكتور علي حيدر وسط حضور من الفعاليات الأهلية والنقابية ورجال الدين. كان اليوم لشرح مشروع الحل السياسي في سوريا ولوضع رؤى تنفيذية وآليات عمل تنفيذية على مستوى المحافظة، لأن المقياس الحقيقي لنجاح المشروع في كليته في القدرة على الربط والشبك بين كل مواطن سوري ومركز الدائرة في اتخاذ قرار لبناء هذا المشروع. سوريا لا تعرف إلا الحالة الوطنية، وهذا هو النسيج الذي حمى سوريا وسيحمي سوريا، وهذا الذي عمل عليه واحتمى به الوطن. اليوم شكلت هذه الجلسة الاستثنائية الرائعة بمخرجاتها انطلاقة جديدة مستمرة لهذا الأمل الكبير الذي ننشد وسنصل إليه إن شاء الله في القريب العاجل. الوزير حيدر أكد أن لجنة المصالحة ليست وظيفية فحسب، وإنما يجب أن تكون ورشة عمل حقيقية على الأرض لإنتاج رؤية واضحة على مستوى المحافظة لتنفيذ مشروع الحل السياسي للأزمة في سوريا. يجب على السيد الوزير والسادة المعنيين في لجنة المصالحة أن يكون هناك تواصل على الأرض مع هؤلاء الناس المعنيين. يجب أن نكون ميدانيين، هي الخطوة الأهم. اجتمعنا اليوم لنقول أننا كسوريين جميعا نتفق على بناء الوطن. الهدف والغاية من هذا الموضوع هو خلق جو جديد على مستوى المحافظات من أجل وضع
الأمور التحضيرية للبدء بالعملية الثالثة وهي المرحلة الدخول في حوار بالمرحلة الثانية والثالثة مع القوى السياسية المعارضة، جميع القوى السياسية التي دعاها السيد الرئيس بخطابه الأخير للمشاركة في بهذه العملية. اختلاف السوريين في رؤيتهم ورؤاهم لا يعني خلافا، وإنما هو إضاءة وتنوع طبيعي يعود إلى الزاوية التي يرى منها كل واحد منهم. فالرؤية الوطنية السورية واحدة في بناء الوطن وحمايته. باسم عباس، تلفزيون الدنيا، اللاذقية. ولبحث واقع الأسر المتضررة من إرهاب العصابات المسلحة، اجتمع وفد من الصليب الأحمر الدولي برئاسة يارون كارين منسق الأمن الغذائي مع محافظ اللاذقية. وأفاد كارين أنه جاء لتقييم الأسر المتضررة لتقديم المساعدات اللازمة لهم، وركز بشكل خاص على المحافظات الساخنة كإدلب وريف دمشق وريف حمص. بدوره أشار السيد سليمان الناصر محافظ اللاذقية بأهمية التعاون مع المنظمات والهيئات الإنسانية لمساعدة الأسر المتضررة، وقدم تفصيلا وافيا للوفد الأممي حول جهود الدولة السورية الساعية لتوفير كل ما تحتاجه الأسر المهجرة من المساعدات الإنسانية والمعيشية. تزخر كلماتهم بصور الإرهاب الذي عانوه، ويحنون لأمن افتقدوه ومنازل هجروها مرغمين. في إدلب عانى المهجرون كغيرهم من إجرام عصابات مرتزقة عاثت فسادا ودمارا في أحيائهم، وتحت تهديد السلاح أرغمتهم على مغادرة مرابع أمنهم وأمانهم. هنا تاهت التنهدات في أرجاء المكان وغطته ذكريات الماضي الآمن. هنا اجتمع أبناء الوطن تحت جناح الألم والمعاناة من إرهاب أعمى أبى إلا أن يحاصر حتى نظرات الطفولة الغضة، فتناثرت أمنيات العودة بين الأنفاس. للمهجرين بفعل الأعمال الإرهابية من ريف إدلب قصص يطول شرحها. خربونا المعرة وسرقونا أغراضنا، خربونا حلب وسرقونا أغراضنا، ما تمشي، ما خربونا كرامتنا راحت، صرنا نغسل أيدنا، السوفي عم تشر فوقنا، بس الحمد لله الهلال الأحمر معوضنا عن كل شيء. والله ما بنريد إلا يكون هلأ نرجع لبيوتنا بالسلامة وهالأمور تصلح. عم يديروا بالهم علينا، عم يعطونا طلباتنا، بس شوية عم نأثر من البرد، برد عم بيأثر علينا، مطر عم ينقط علينا. ومع تضافر جهود الدولة للإيواء والمساعدة مع منظمات المجتمع تخفف المعاناة قدر المستطاع ليكون حضن الوطن حتى في ظل جرحه أعز وأكرم من أي ملجأ في العالم. نظم طلبة السوريون الدارسون في فرنسا وأبناء الجالية السورية المقيمون فيها بمشاركة عدد من المواطنين الفرنسيين، نظموا وقفة تضامنية في ساحة سان ميشيل في قلب العاصمة الفرنسية باريس، دعما لسوريا في حربها ضد الإرهاب واستنكارا للعدوان الإسرائيلي على سيادتها، وأحياء لذكرى شهدائها من مدنيين وعسكريين. ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية التي دعا إليها فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في فرنسا، رفعوا العلم السوري وصور السيد الرئيس بشار الأسد ولوحة كبيرة تضمنت صورا لكوكبة من شهداء سوريا من عسكريين ومدنيين ونساء وأطفال وطلاب سقطوا دفاعا عن ترابها وصونا لعزتها وكرامتها، وأضاءوا الشموع حدادا على أرواحهم الطاهرة. مركز البحث العلمي في جمرائي بريف دمشق شاهد إضافي على عدوانية كيان الاحتلال الإسرائيلي الساعي لمنع الشعب السوري من امتلاك مقومات التطور والتنمية. الكيان الإرهابي يثبت أنه الوجه الآخر للمجموعات الإرهابية بمحاولتهما المشتركة لإضعاف الشعب السوري ومنع تقدمه. الإرهاب الإسرائيلي العابر للحدود والذي نشأ عليه كيان الاحتلال طال هذه المرة أحد مراكز البحث العلمي العاملة على تطوير القدرات الدفاعية عن الشعب السوري ليؤكد وبالدليل القاطع وحدة الهدف والتوجه مع المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعتدي على الشعب السوري ومنشآته.
هاي العربات عربات خدمة للمرآب، وهي سيارات نقل البلدوزرات للعمل، ميكروباصات لنقل العاملين، فانات لنقل الموظفين العاملين. ونحن هاي منطقة، هاي جمراية منطقة سكنية، نحن بجمع ما نبعد 200 متر عن ضاحية فردوس بجمراية. أثناء القصف تلقيت شظية دخلت برجلي، بعد انتهاء القصف حاولت انسحب المنطقة من هون، فاتجهت لفوق مشان اتخبى بين شجرات السرو. أثناء كمان استمر القصف فبطحت على الأرض بسبب انبطاحي، وموجة الصدمة انخلع كتفي وكمان دخلت شظية بإيدي اليسار. ضليت منبطح متخبي بين شجرات السرو حتى انتهاء القصف. بعدها اجوا الشباب مشان يعني يقدمونا يساعدونا بالوضع، فأنا فزيت حاولت قد ما فيني واستطاعتي أقدم الإسعافات الأولية للجرحى اللي كانوا موجودين بالمنطقة. الشهداء للأسف كانوا موجودين بالمنطقة هنيك، الله يرحمهم، الشهيد قصي حسون والشهيد وسام خليل. اتجهت ناحيتهم، إصابته لشهيد قصي من ناحية خلفية للرأس، كان في ضياع مادي كبير بالمادة الدماغية. الشهيد قصي الشهيد وسام خليل كان إصابته عبارة عن شظية داخلة من رقبة من هون طالعة من جهة تانية. جينا الصبح فتنا على مكاتبنا، شيء لا يصدق، شيء ما بيتصوره أي إنسان إنه يشوف هالدمار وهالخراب بأبنية مدنية، بأبنية ما لها أي علاقة. الشيء يعني شيء لا يوصف، شيء الدمار اللي شفنا، الوضع بالمبنى. من مين؟ من أيدي صهيونية غدارة. أصلاً لو ما لها غدارة ما كانت عملت هالشيء اللي عملته. والله لا يوفقهم، وإن شاء الله بتضل بلدنا بخير وسلامة، وبتضل مهما عملوا، عملوا كتير قبل هلأ، عملوا بكل بأكتر من قسم، بأكتر من جامعة، بأكتر من إرني. فإن شاء الله يا رب مثل ما دم عم يدمروا يتدمروا هني، ومهما عملوا مهما ساووا سوريا بتضل قوية إن شاء الله، وبتضل منتصرة بقائدها، وبيضل قائدنا هو الأساس بهالبلد. وكله شو ما نعملوا شو ما نساووا بالنهاية إن شاء الله النصر لسوريا قريب، هي قائدها. أنا أحد العاملين بالمنشأة هذه، ويوم اللي جيت، يوم صار الضرب، جيت على مكتبي، فتحت مكتبي لقيت دمار، شيء يعني مو طبيعي، يعني شكل همجي بشكل يعني لا يتصور الإنسان أبدا. وهي المنشأة طبعا لخدمة البلد، ونحن راح نستمر، ونحن راح نستمر بقوة وعزيمة لتقوم هالبلد وتنهض بكل شيء. ومنوجه لهم رسالة إنه نحن ما رح ننسى هالشي، شو ما صار، شو ما عملوا، شو ما ساووا، نحن ضالين ورح نضل، رح تضل سوريا صامدة بشعبها وبقائدها إن شاء الله. الفشل الذي منيت به المجموعات الإرهابية بعد محاولة استهداف مركز البحث العلمي في جمراية بريف دمشق أكثر من مرة دفع إسرائيل إلى القيام بهذه المهمة بنفسها، واهمة أنها بذلك تضعف قدرات الشعب السوري الدفاعية والتنموية من جهة، وترفع معنويات أذرعها الإرهابية التي بدأت بالتقهقر على الأرض، لن يمنع سوريا من المضي بثبات نحو الانتصار على المؤامرة التي تتعرض لها. من يمتلك حضارة تمتد لآلاف السنين لن ترهبه صواريخ شذاذ الآفاق، فالسوريون يقولون بأننا مستمرون بحضارتنا ومستمرون بمسيرة تطوير ومنعة وعزة بلدنا. لأخبار التلفزيون، كنان محمد، جمراية، ريف دمشق. تواصلت ردود الفعل الرافضة والمستنكرة للعدوان الصهيوني على أحد مراكز البحث العلمي في منطقة جمراية بريف دمشق. الجبهة الوطنية التقدمية أكدت أن الكيان الصهيوني بعدوان هذا يؤكد من جديد تعاونه وتماشيه مع المجموعات التكفيرية المجرمة، ويضيف نوعا جديدا من الإجرام إلى تاريخه الحافل بالعدوان بحق الشعب العربي. وأضافت الجبهة في بيان لها أن هذا العدوان لن يضعف سوريا، بل سيدفعها للاستمرار في مواصلة دعم حركات التحرر والتقدم في العالم، والوقوف إلى جانب القضايا العربية، وخاصة القضية المركزية فلسطين.
وعلى الساحتين العربية والدولية تتواصل الإدانات للعدوان الإسرائيلي الإجرامي على أحد مركز البحث العلمي في جمرايا. تتواصل الإدانات بحق الانتهاك الإسرائيلي للسيادة السورية، حيث أدان اتحاد المعلمين العدوان الإسرائيلي السافر على أحد مراكز البحث العلمي في منطقة جمرايا بريف دمشق. وأكد الاتحاد في بيان له أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، لكي تستكمل فيه إسرائيل الصهيونية فصول مؤامراتها على بلد الصمود والمقاومة في محاولة لضرب وحدتها واستقرارها. كما نظم الطلبة السوريون وأبناء الجالية السورية في فرنسا بالإضافة إلى عدد من المواطنين الفرنسيين وقفة تضامنية مع سوريا في ساحة سان ميشيل وسط باريس، تعبيرا عن وقوفهم إلى جانب وطنهم ضد الانتهاك الإسرائيلي للسيادة السورية. حزب الغد التونسي بدوره يدين بشدة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا العدوان يأتي بالتحالف بين الصهيونية والاستعمار والرجعية بعد أن فشلت المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا في تحقيق أهدافها، مؤكدا في بيان له سخطه الشديد لهذا العدوان السافر الذي هو خير دليل على العلاقة بين الصهاينة والمجموعات الإرهابية المسلحة التي تمارس أبشع أنواع القتل ضد الشعب السوري. واختتم حزب الغد التونسي بيانه بالقول: إننا نشد على أيادي حماة الديار والقيادة الوطنية في سوريا وجماهير شعبنا المقاومة، ونعبر عن الثقة العالية في قدرتها على إدارة الصراع مع العدو الداخلي والخارجي، وقد بينت المعطيات على الأرض أن النصر قادم لا محالة. اتحاد المحامين العرب أدان في بيان له العدوان الإسرائيلي الذي اعتبره كشفا واضحا عن مدى الضلوع الصهيوني في المحنة الدموية الفتنوية التي تمر بها سوريا. واستغربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الصمت العربي تجاه هذا الاعتداء وذاك الذي سبقه على مجمع اليرموك في السودان، حيث أن كليهما يشكلان اعتداء سافرا على استقلال وسيادة الدولتين. اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري وقيادته الوطنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نددت بالعدوان الإسرائيلي، وأكدت أنه يعكس التنسيق والصلة التي تربط المعارضة السورية المسلحة بأربابها الإسرائيليين من جهة، ويكشف من الجهة الأخرى عن عجز تلك الميليشيات في إنجاز المهام العسكرية الملقاة على عاتقها من قبل الثالوثي الدنس، خاصة حيال تماسك الجيش العربي السوري وبسالته. نظم عدد من المنظمات الشعبية والشبابية والطلابية الروسية الصديقة بمشاركة طلبة وأبناء الجالية السورية في روسيا الاتحادية اليوم فعالية احتجاج أمام السفارة الأمريكية في موسكو للتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على مركز للبحوث العلمية في ريف دمشق. إدانة وشجبا لقيام طائرات حربية إسرائيلية بالاعتداء على الأراضي السورية وضمن أطر الحملة العالمية للتضامن مع سوريا التي ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، جرت اليوم فعالية احتجاج أمام السفارة الأمريكية في موسكو، شارك فيها عدد من المنظمات الشعبية والشبابية والطلابية الروسية الصديقة إلى جانب طلبة وأبناء سوريا في روسيا الاتحادية. المشاركون في فعالية الاحتجاج أمام السفارة الأمريكية على العدوان الإسرائيلي ضد سوريا رفعوا يافطات ورددوا هتافات تدين السياسة الأمريكية الداعمة لإسرائيل، وأكدوا اعتزازهم واعتدادهم بالقوات المسلحة السورية الباسلة القادرة على حماية الوطن، واعتبروا الولايات المتحدة الإرهابية الأول في العالم، مشيرين إلى أن العمل العدواني الإسرائيلي ضد سوريا المستقلة ذات السيادة هو من باب إرهاب الدولة وخرق فظ لجميع الأعراف الدولية وانتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. بودي أن أقول إن هذه الفعالية التي نقوم بها اليوم هي صرخة في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، علها تسمع بأننا في روسيا ضد سياستهم العدوانية. إن العدوان الإسرائيلي على سوريا هو خرق لميثاق الأمم المتحدة ولكافة القوانين الدولية. أتينا اليوم إلى هذا المكان لإدانة العملية العدوانية ضد الدولة ذات السيادة سوريا، ولنعبر عن شجبنا لتلك العملية العدوانية التي قامت بها إسرائيل وكل من يقف خلفها، وهم بلا شك الولايات المتحدة الأمريكية وقطر والسعودية وتركيا وبعض دول المنطقة العربية.
أتينا اليوم إلى هذا المكان لنعبر عن دعمنا لشعب سوريا ولنعلن احتجاجنا على تصرفات الدول الغربية برعايتها ودعمها للمجموعات المتطرفة والإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم على الأرض السورية. الاعتداء الإسرائيلي على سوريا تم بعلم الولايات المتحدة وهذا ما أكدته الصحافة الأمريكية، ومع كل ذلك لم يخرج أحد ويعلن الاحتجاج على هذه الخروقات الفظة لقواعد القانون الدولي، فالولايات المتحدة حافظت على صمتها ما جعل الدول العربية تعلن فقط عن سكوتها المخجل. أتيت إلى هذا المكان لأتضامن مع هذه الفعالية الموجهة ضد المخططات الجهنمية التي تحاول الولايات المتحدة تمريرها في سوريا. إن الولايات المتحدة وإسرائيل تقومان بأعمال استفزازية عن قصد لتحقيق الانقلابات وتغيير الأنظمة وإعلان سيطرتها وسيطرة دولارها على العالم، ولكننا لن نسمح لهم بتحقيق مخططاتهم هذه. روسيا الرسمية والبرلمانية والشعبية تواصل إدانتها وشجبها للعدوان الإسرائيلي السافر على سوريا، وتدين في الوقت نفسه أعمال وسياسة إسرائيل وأمريكا وحلفائهما في المنطقة والعالم. التلفزيون العربي السوري، فهد كمنا، موسكو. قام وفد من الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال في لبنان بزيارة تضامنية للاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، حيث أكد السيد قاسم حمد حمود رئيس الوفد أن المخطط الذي تتعرض له سوريا هو ذاته الذي يتعرض له العراق، وأن هذه الزيارة ما هي إلا تأكيد على وقوف الشعب العراقي مع الشعب السوري في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها بسبب مواقفها الثابتة ودورها القومي الممانع. كما أدان الوفد الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي طال مركز البحوث في جمراية، مؤكدين أن هذا العدوان هو تتمة لهذه المؤامرة. الغارة الإسرائيلية منذ أيام قليلة كانت دليلا واضحا على أن إسرائيل ومن يقف خلفها ومن يقف معها من أذنابها. إسرائيل قصفت من الجو، لكن هناك من يقصف من الأرض ويدمر البنى التحتية لغرض إفقار هذا الشعب وجعله خاويا من منشآته الصناعية، من مراكز أبحاثه العلمية. أتينا مع الإخوة في الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق لنعلن تضامننا مع سوريا قيادة وشعبا وجيشا بشكل خاص لما تواجهه سوريا العظيمة من مؤامرة صهيونية كبرى. الهدف من هذه المؤامرة هو القضاء على كل مواقع القوة في هذه الأمة وما تعنيه سوريا من موقع أساسي ومن قوة أساسية لهذه الأمة في مواجهة الاستكبار والاستعمار وبالأخص مواجهة الصهيونية العالمية وإسرائيل. طبعا زيارة الأخوة من الاتحاد عمال العراق ومن الاتحاد العمال العام في لبنان تأتي في إطار التضامن مع عمال سوريا ومع الشعب السوري، ويعني في إطار الوقوف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة المؤامرة التي يتعرض لها، واستنكارا للعمل القرصني التي قامت به إسرائيل باستهداف أحد مراكز البحوث العلمية. التقت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة مع المحافظين بهدف البدء بتنظيم وعقد لقاءات تشاورية مع الفعاليات الأهلية والاجتماعية في محافظاتهم. وتحدث الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة حول طبيعة ودوافع الاعتداء الإسرائيلي على مركز البحث العلمي في جمرايا، كما عرض مهام اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ البرنامج السياسي وطلب من المحافظين تفعيل دور اللجان الفرعية في محافظاتهم وعقد لقاءات تشاورية مع القوى السياسية والاجتماعية وممثلي النقابات المهنية والشعبية وكل قوى المجتمع ومكوناته الأهلية، بما فيها الحوار مع تنسيقيات المعارضة والمسلحين الذين يلقون السلاح ومحاورتهم وفق أسس وضمانات قانونية. وعرض الحلقي مجموعة من القضايا الإدارية والخدمية التي تحتاج إلى متابعات ومعالجات مباشرة من المحافظين، حيث شدد على أهمية توفير احتياجات المواطنين ومتابعة أوضاع الأسر المهجرة وحصر الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وأملاك المواطنين.
طلب رئيس مجلس الوزراء من المحافظين الارتقاء بمستوى الأداء في مؤسسات ودوائر محافظاتهم، التشديد على الدوام الوظيفي ومحاسبة المقصرين والفاسدين واستبدالهم ومضاعفة الجهود لحماية المنشآت الحيوية والاقتصادية. قدم المحافظون مجموعة من المقترحات لكيفية وآلية تنظيم اللقاءات التشاورية، كما عرضوا الواقع الخدمي في محافظاتهم واحتياجاتها الضرورية والجهود التي تبذل على صعيد الاهتمام بالأسر المهجرة. دان الرئيس اللبناني ميشيل سليمان الاعتداء على دورية الجيش اللبناني في منطقة عرسال، معتبرا التعرض المتكرر للجيش مساسا بهيبة الدولة. وفي السياق نفسه أكد حزب الله في بيان له أن التعرض لمؤسسة الجيش خطورة بالغة تمس هيبة الدولة وأمن الوطن. انتشار وحدات الجيش اللبناني لم يكن كما اعتدناه سابقا قرب بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، فلعل ما تعرض له في هذه البلدة على أيدي مسلحين جعله يغلق أبواب الهروب أمامهم من كل الجهات. تعزيزات عسكرية رافقها تأكيد أجمع عليه كل اللبنانيين، بدءا من الرئيس ميشيل سليمان الذي دان الاعتداء على دورية الجيش واعتبر التعرض المتكرر له مسا بهيبة الدولة، داعيا قيادة الجيش إلى عدم التهاون مع من تسول له نفسه الاعتداء على أفراده. وتوالت الإدانات في موقف كان لابد منه، والأهم هو عدم زج الجيش في أي فتنة لحسابات داخلية أو تتعلق بالأزمة في سوريا. نحن نطالب بالقبض على المرتكبين ومعاقبتهم وعدم زج الجيش في مشاكل فتنوية أو داخلية أو لحسابات ترتبط بالأزمة السورية. ولأن بلدة عرسال ومنطقتها مصبوغة بلون سياسة تهريب السلاح والمسلحين إلى سوريا لمقاتلة النظام، فإن الجيش اللبناني أمام امتحان القدرة على إلقاء القبض على القاتلين أولا وضبط الحدود مع سوريا ثانيا، مهمة مطلوبة وعلى مرأى ممن تحمل نتاجها من أهل العسكريين الذين ذهبوا الآن وقبلا ضحية سياسة جر لبنان إلى أتون الأزمة السورية. إذا لم يتمكن الجيش اللبناني من وضع حد لهذه المسألة سوف يكون هناك تداعي لهذه المسألة وإلى انتشار الفوضى بأكثر من ساحة لبنانية، خاصة بأن يعني هؤلاء المقاتلين الذين يذهبون إلى القتال في سوريا عندما يعودون سوف يحولون الساحة اللبنانية إلى ساحة للقتال ضد السلطة وضد الجيش اللبناني. إذن هذا هو الواقع في عرسال، والشارع اللبناني يتطلع إليه بخوف في كل مرة يحاول البعض أخذ الجيش اللبناني إلى المكان الخطأ. محمد غريب، العالم، بيروت. في لبنان، وعلى خلفية الكمين المسلح الذي تعرضت له قوة من الجيش من قبل إرهابيين من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، استخدم الجيش اللبناني مزيدا من التعزيزات العسكرية فجر اليوم باتجاه منطقة البقاع الشمالي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش أقام حاجزا ثابتا على مدخل البلدة الرئيسي في منطقة اللبوة، وأوقف عددا من الشبان خلال مرورهم على الحواجز بسبب مخالفات عديدة بينها حيازة أسلحة من دون تراخيص ومحاولة هروب. من جهة أخرى، نفت الوكالة المعلومات التي ترددت أن سيارات مدنية هي التي كانت تلاحق خالد حميد أحد المطلوبين الضالعين بخطف الأستونيين السبعة، مؤكدة أنها معلومات غير صحيحة. وبيّنت الوكالة أن السيارات التي أوقفت حميد كانت من نوع هامفي تحمل لوحات عسكرية للجيش اللبناني، وأن الشهيد الرقيب إبراهيم زهرمان كان مرتديا بزته العسكرية، لافتة إلى أن هذه الآليات لا يستعملها سوى الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة. أكد الأتراك أن غض حكومة أردوغان الطرف عن تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة وإيوائها هو السبب الرئيس الذي أدى إلى ضرب السفارة الأمريكية الأكثر تحصينا في تركيا. ورأوا أن سياسة حكومة أردوغان ودعمها للإرهابيين في سوريا هي سياسة خاطئة منذ البداية، وأصبح هؤلاء الإرهابيين يشكلون خطرا على تركيا نفسها.
تمكن الانتحاري أجويد شانلو المطلوب للأمن التركي الدخول إلى تركيا بطريقة غير شرعية واختراق مبنى السفارة الأكثر تحصينا في أنقرة. اعتبره المراقبون الأتراك فشلا ذريعا لجهاز الأمن التركي، مبررين هذا الفشل بالدعم والإيواء التي تقدمه حكومة العدالة والتنمية للمجموعات المسلحة المتواجدة على الحدود الجنوبية لتركيا. الحدود التركية السورية تعاني من فراغ أمني حاد، لأن الإرهابيين يتنقلون بسهولة بالغة، واستطاع منفذ عملية السفارة الأمريكية تنفيذ مخططه بسهولة على الرغم من أن منطقة السفارة مؤمنة بشكل جيد ومن الصعب اختراقها. الشارع التركي رأى الهجوم على السفارة الأمريكية أمرا يتناسب طردا مع الدعم الذي يتلقاه المسلحون على الأراضي التركية، معتبرين المجموعات المسلحة المدعومة من حكومة العدالة والتنمية خطرا على أمن تركيا. لسنا راضين عن إيواء حكومتنا المسلحين على أراضينا، لكن مع الأسف حكومتنا تسمح لهم بالبقاء على الأراضي التركية. أنا متأكد أن في نهاية المطاف سيصبحون عبئا علينا. أصبحت حدودنا بوابة من دون بواب، يدخل ويخرج من يشاء دون أي مساءلة. المسلحون المدعومون من حكومتنا يشكلون تهديدا حقيقيا على تركيا، لأن من قام بزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا لماذا لا يزعزعها في تركيا أيضا؟ سياسة حكومتنا كانت خاطئة منذ البداية بدعمها للمسلحين. بالتأكيد إن الإرهابيين يشكلون خطرا على تركيا، فمن استطاع الهجوم على السفارة الأمريكية في قلب أنقرة يستطيع الهجوم على أي مكان يريده، باعتبار أن موقع السفارة من الأماكن الأكثر تحصينا في أنقرة. رأى الأتراك في استمرار دعم حكومتهم للمسلحين للقيام بأعمال إرهابية داخل الأراضي السورية أمرا يطابق المثل القائل انقلب السحر على الساحر، من خلال العمل الإرهابي الذي هز العاصمة التركية. يرى الأتراك أن غض حكومة أردوغان الطرف عن تواجد المجموعات المسلحة وإيوائها هو السبب في الفشل الأمني الذريع الذي أدى إلى ضرب المبنى الأكثر تحصينا في العاصمة التركية. أديب عبد الفتاح، التلفزيون العربي السوري، أنقرة.